كنشكر زيو سيتي على هذه الاستضافه، وكنهني المغاربه بحلول شهر رمضان. كنطلب رب العالمين كل شيء في سيدنا رمضان بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله. والمهم بغيت نقول لكم بالنسبه لهذه الاجواء اللي رحنا كنديروها كل عام، يعني بهذه التجاره اللي على قد الحال كنديروا التجاره هنايا في الشارع، يعني في الشارع العام. ايوا بالنسبه للتجاره الدعوه بحال اللي نقصت شويه، ماشي بحال يعني ملي كانت من قبل كانت الدعوه زينه، يعني دابا الدعوه كل عام يعني كتنقص شويه، ماشي بحال في الاول يعني كانت بحال ملي كانت الجزائر فاتحه، كان الحدود خدام وكانت من المليليه، كانت الدعوه مخيره. دابا الدعوه يعني حصراها ما كاين، يعني ما كاين لا بديل لا والو، يعني بحال مدينه زايو، بحال مدينه منسيه، ما كاين يعني ما كاين لا شركات لا والو، الرواج فيها قليل. والله يحسن العون الناس مساكين خدامين غير على قد الحال. ايوا واش غادي نقول لكم، رحنا هنايا والمعين الله الف فرانك عمي. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول حاجة كنحيي وزيو سيتي اللي دائما كتكون معنا وكتواكبنا في جميع الأحداث. أول حاجة أنا ربما كنجي للسوق باش نتسوق مع الأصدقاء الصديقات ديالي، وكنتفاجئ صراحة يعني الأسعار مناسبة جدا، لا بالنسبة للخضر، بالنسبة للفواكه، بالنسبه ل يعني البلاصه ديال الحوت، يعني صراحه تقضينا في متناول الجميع. وبهذه المناسبه كنقول لكم رمضان مبارك سعيد، وكنتمنوا لكم الخير والخمير، وتجيو اجيو اجيو تقضوا، راه كل خير راه موجود هنايا. الاسواق ديالنا تبارك الله من كل لذه وطاب، كل شيء كاين غير اللي ما بغاش يتسوق. واول حاجه كنوجه واحد التحيه لسيدنا الله ينصرو بهذه المناسبه. كنحيي الاسره العلويه الشريفه، وكنقول لهم رمضان مبارك سعيد، وكل المغاربه ديالنا والجاليه المقيمه بالخارج، وتبارك الله عليكم. وتحيه مره اخرى لزيو سيتي، وجزاكم الله عنا الف خير. السلام عليكم ورحمه الله. اول حاجه كنشكر زيو سيتي بونيت على حضور ديالهم اليوم، وكما العاده كما كنقولوا نسبه ديال التجاره نقصت بزاف هذا العام، مش كما العام اللي فات. واخا كان العام اللي فات كان المرض والزيار وكذا، كانت دعوه مزيره، كانت بعد التجاره والحركات، يعني كما كنقولوا التجاره موجوده وكذا، مش كما هذا العام. واخا مرخوفه الدعوه التجاره ساكته. والنسبه ديال الثمنه ديال الفواكه والخضار وكذا، النسبه ديالها طالعه شويه مش كما العام اللي فات. وكنطلبوا بالله يفرجها وها، ويفتحوا لنا الجوا مع، لان كلشي مفتوح، باقي غير الجوا ما تفتحوش. وكنطلبوا بالمسؤولين يفتحوا بينا، يفتحوا المساجد، هادشي اللي كنطلبوا. بالنسبه للاثمنه ديال الفواكه اليوم كاين البنان راه واصل 1300، التفاح كاين انواع ديال التفاح كاين ديال 1200 1500 من فوق ديال 10 دراهم. ما تلقاش دابا في التفاح ما قل من 1000 فرانك، كما العام اللي فات كانت 8 دراهم 160. بنام كيدي دابا، بنام كما كنقولوا لا خدمه لا كما لا خدمه لا والو، الدعوه واقفه. كيجي ملي كيسول باش تجاوب انت ب 1500 كيجي غالي. والنسبه ديال الخضر راه طالع هذا العام بزاف، وكنطلبوا ربي يفرجها. واو. السلام عليكم خويا، انا كمواطن عادي بغيت نشوف السوق كي داير. كنتلاقى في الاسعار ديال السوق، نعم سيدي طالعه، ماشي كامله وانما بعض الخضر بحال مطيشه، بطاطا، البنان، شي حاجه اللي كيستافد منها المواطن. نعم سيدي، وشوفوا لنا شي حل مع هذا بركان، هذا يرخص شويه وراكو عارفين زي راه ما فيه بو خضره، فيه قليل اللي كيجي كياكلوه. بالنسبه للاسعار ديال الخضر والفواكه نهضروا حقيقه، الاسعار زايده. التفاح مثلا كان يدير قبل رمضان كان يدير 7 دراهم، حاليا دابا كيدير 14 درهم 1400. مثلا السويله دايره 9 دراهم، الحرور كان يدير 4 دراهم 5 دراهم، داير 7 دراهم. يعني حتى الخضر دابا والفواكه ما كاينش شي اقبال في رمضان بزاف، نهضروا حقيقه. ايوا نطلبوا رب العالمين يبدل الاحوال ويكون خير ان شاء الله. هذا الشيء اللي غادي نقول. الاثمنه ديال الفواكه
ما كانش زعما شي زياده بزاف، ولكن كاين واحد بالنسبه واحد درهم ولا جوج درهم طالعه. وبالنسبه للسويله عاوداني كاين واحد زياده اللي على حساب 3 4 دراهم زايده على حساب معطيش عاوداني. كاين شويه ديال الارتفاع غير دخل رمضان، كانت شويه ديال السلعه غلات زعما في بركان غلات، ماشي لا احسن لعاو. انت هنايا راه كما نقولوا بنادم اللي كيشري وكيعاود البيع راه هو خصو واحد درهم ولا جوج درهم كيديها معك، راه بالسيف عليه يديها معك. علاش؟ راه كيخدم حتى هو وعنده حتى هو مصاريف عنده. كنتمناو نتمناو ان شاء الله دوك الخضاره الكبار ولا اللي عندهم ستوك ولا اللي عندهم الفريغو ولا يطيحوا شويه في الاثمنه، لان علاش البوبري راه زعما واش غادي نقول لك راه في واحد الحاله اللي مقطع وصلوا للعظم. وكنسمعوا بواحد الخبر جديد نهار الجمعه ان شاء الله غادي يحلوا زعما المدن كاملين، وكنتمناو ان شاء الله حتى حنايا نمشيو نصليو في المساجد ويحلوا لنا المقاهي والناس تروج وتولي ديك الحركه، وان شاء الله اصحاب الخارجي يجوا عندنا ونشوفوا احبابنا ونتمناو الخير ان شاء الله لهاد المجتمع. التفاح كيدير 1200 ياك؟ 1700. البنان اسمع، التفاح 1700، البنان اسمع 1300، البنان 1300، السويهله 1200، السويهله 1200، التفاح هذا كان 12 درهم، هذا ديال 12 درهم عاودا عادي، وكل حاجه والجوده ديالها وكل حاجه والثمن ديالها. بالنسبه للمعطيشه عاودا ها هي 100 دورو. الزاج ديال المعطيشه ها هي معطيشه زينه هذه، راه كاينه معطيشه هنايا رقيقه كدير 5 درهم. بالنسبه للحرور ها هو شويه هاد شوميشه.